اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم قبل ما نبدا رحلتنا مع جدعان بلدنا في كام حاجه عايز اتكلم عليها. اول حاجه القانون الجديد اللي وافق عليه مجلس النواب لمواجهه اي تعديات على الاراضي الزراعيه، واللي انتهى بالحبس والغرامه على اي متعدي. ده مطلوب، ويكفي ان اقول لكم ان كل فدان بنخسره في ارضنا الزراعيه في 9 مواطنين في بلدنا اللي بنحبها بيفقدوا كل مصادر غذائهم. اللي عجبني جدا في الموضوع ان على الجانب الاخر وزاره الزراعه اتحركت بشكل ايجابي جدا. دايما بنتكلم في العقوبه وما نديش حلول للناس. الناس عايزه تتوسع في الكره، عايز يجوز ولاده، هيعمل ايه؟ وزاره الزراعه اتحركت بشكل ايجابي جدا عشان تحل مشاكل الناس. مش كل حاجه نفرض عقوبات وقوانين ونترك المواطن المصري بلا حلول. عملنا تصوير جوي لجميع الاحوزه العمرانيه الجديده اللي تغطي احتياجاتنا في الكرة والمدن وحتى النجوع لغاية سنة 2032. على سبيل المثال أضفنا لحوالي 175 مدينة على مستوى الجمهورية من أصل 250 مدينة حوالي 85,000 فدان في أحوزة عمرانية جديدة. بالنسبة للكرة عندنا 4431 قرية اضاف لهم حوالي 90,000 فدان، ده من أصل 4650 قرية مصرية. يعني فاضل حاجات بسيطة جدا ويتم عمل أحوزة عمرانية جديدة لجميع الكرة حتى العزب والنجوع والكفور، تم عمل أحوزة عمرانية جديدة ليها. معنى كلمة أحوزة عمرانية يعني تسهيل إجراءات الصرف الصحي والمياه وجميع الخدمات الأساسية اللي بيحتاجها المواطن المصري داخل القرية المصرية أو حتى داخل الكفور والنجوع. إذن في حلول عشان تبني، التوسع رأسيا، اعمل إحلال وتجديد لبيتك، لكن أرجوكم كفى اعتداء على أراضينا الزراعية. تاني حاجة عايز أتكلم عليها وهي مهمة جدا، مصر انضمت لأول مرة للمجلس الدولي للزيتون. الزيتون المصري يستحق الكثير من التعب والشقاء عشان خاطر نظهره للعالم كله. عندنا فرص تسويقية غير طبيعية، وانضمامنا للمجلس الدولي للزيتون هيفتح لنا آفاق كبيرة جدا، سواء من الاستفادة من الأبحاث العالمية المنشورة عن الزيتون أو الأصناف الجديدة أو حتى في تجارة الزيتون المصري وزيت الزيتون المصري. وبالتالي هي اتفاقية غاية في الأهمية، وانضمام مصر لهذا المجلس الدولي للزيتون يعتبر نجاح كبير جدا لجدعان الزيتون في بلدنا. تالت حاجة عايز أتكلم عليها هي معركة القصب اللي دائرة حاليا، أنا بسميها معركة تكسير عظام ما بين الفلاحين منتج القصب، وهم عددهم حوالي 300,000 مزارع بيزرعوا 500,000 فدان في صعيد مصر، ومصانع السكر بيلعبوا مع بعض لعبة القط والفار. مجلس النواب تدخل لحسم هذه القضية، والنائب هشام الشعيني تعهد لبرنامج الجدعان أن سعر القصب لن يقل عن 800 جنيه للطن. المهم أن السعر الأول اللي طرح لطن القصب هذا الموسم كان 650 جنيه وتم رفضه من المزارعين، فتعمل مذكرة في مجلس النواب ب 720 جنيه للطن، وأيضا رفض في مجلس النواب ورفض من المزارعين اللي تمسكوا على 850 جنيه. اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن السعر النهائي وبشكل مؤكد لن يقل عن 800 جنيه، وهيتعلن خلال ساعات بسيطة جدا أو قليلة جدا. من فضلكم نبدأ التوريد للمصانع عشان تبدأ تشتغل. كل يوم بنأخره احنا بنسمح لمستوردين السكر وهم حيتان داخل مصر انهم يدخلوا انتاجهم لبلدنا. من فضلكم نسرع في توريد القصب للمصانع. عندنا فجوة حوالي 1,000,000 طن، معروف ان احنا احتياجاتنا 3,000,000 طن، والقصب بيوفر 1,000,000 طن وبنجر السكر بيوفر 1,000,000، يعني عندنا عجز 1,000,000 طن. لازم نفكر في التوسع في مساحات القصب وخصوصا بنظام الري الحديث. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. فريق الجدعان يرصد انشاء مدارس وكليات ومساجد ومستشفيات في قرية الديدمون بمحافظة الشرقية بتمويل مستمر حتى الان من دولة قطر، ومحمد غانم يلتقي بالشخص الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه الاموال الضخمة ويكشف اسرار ذلك اللغز الغامض. فريق الجدعان يشهد ثورة أصحاب أراضي الطرح الأول بمنطقة المغرى في مشروع 1,500,000 فدان العملاق، وذلك لعدم وفاء شركة الريف المصري الجديد صاحبة الولاية على أراضي المشروع بالتزاماتها المحددة في كراسة الشروط، وخاصة تسليم الأراضي وتمهيد المدقات وتوفير الخدمات الأساسية في المغرى. فريق الجدعان في مشروع نهر الخير الزراعي بصحراء المنيا
والذي تتجاوز مساحته 4000 فدان ويعمل به المئات من المزارعين في أعمال الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الحيواني، وأشهروا شركة مساهمة لتقنين أوضاعهم مع الدولة بأسعار عادلة للأراضي. مجموعة شركة الريف المصري الجديد المسؤول عن تسويق أراضي مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي، بتبذل مجهود عظيم فعلا لتخصيص الأراضي للشركات الفائزة بالطرح الأول والطرح الأول التكميلي والطرح الثاني وكمان الثالث قريب جدا، ولكن للأسف الشركة بتعمل بدون أي أزرع تنفيذية. يعني الشركة محتاجة لأزرع للانتهاء من الخدمات الأساسية المطلوبة أو البنية الأساسية المطلوبة لهذه الأراضي قبل تسليمها للشركات، منها على سبيل المثال منطقة المجرة اللي متخصص فيها أكثر من 250 ألف فدان في مشروع 1.5 مليون فدان. الناس اللي فازت في الطرح الأول في حالة غضب عارم، خليكم معانا عشان تسمعوا الجدعان اللي هينفذوا المرحلة الأولى من مشروع 1.5 مليون فدان في منطقة المغرة. المغرة حكايتها حكاية، مشوارها رهيب، 2.5 ساعة من مدينة 6 أكتوبر لغاية أول ما دق ليها من طريق الضبع الجديد، وتحديدا في الكيلو 240 في اتجاه الضبع. بعدها انت وحظك، قدامك 40 كيلو مدقات في قلب الجبل والكثبان الرملية، يتعديهم في 2 ساعة على الأقل أو 3 ساعات أو عربيتك تعطل أو تغرس لا قدر الله، ووقتها محدش يعرف هتوصل امتى او حتى مصيرك ايه. في ناس على فكرة ماتت في المشوار ده. هناك في المغرى الدولة حددت حوالي 250 الف فدان ضمن المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان. الارض دي في الصحراء الغربية وسلمتها لشركة الريف المصري الجديد للتصرف فيها، وفعلا عملت الطرح الاول وتكملة للطرح الاول والطرح الثاني، وقريب جدا الطرح الثالث، ومن كام يوم سلموا أراضي لأصحابها في المغرى، والموضوع هايل والمشروع بقى حلم. طيب إيه الحقيقة؟ للأسف مرة جدا. شركة الريف المصري الجديد برئاسة المهندس عطر حنورة بتبذل مجهود جبار عشان تقدر تنفذ مشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي، وكفاية إنها الجهة الوحيدة اللي بتدي عقود للأراضي في مصر، لكن للأسف بتشتغل لوحدها في ظل إمكانياتها المحدودة، محدش بيساعدها والكل بيتفرج عليها، ومش هتقدر لوحدها على المشروع، وعشان كده لازم اولا نصبر عليها لغاية لما تنفذ وعودها اللي اكيد جدة، وثانيا القوات المسلحة تتدخل بارادة سياسية من خلال الهيئة الهندسية لانقاذ مشروع 1.5 مليون فدان. اللي فازوا في الطرح الاول لاراضي المغرى كلمونا وبيستنجدوا، عايزين نشتغل، بعنا اللي ورانا واللي قدامنا، وبجد مش عارفين ايه اللي هيحصل. دلوقتي احنا رايحين ليهم في قلب المغرى. الناس اللي معانا دي هم اصحاب الشركات اللي المفروض تتخصص لهم الاراضي داخل المشروع. كل 3 4 من هنا بيمثلوا شركه من الشركات اللي المفروض تشتغل في المغرى، زي ما احنا قلنا حوالي 400 قطعه ب 400 شركه، القطعه 230 فدان. انا عايز اعرف، ابدا بحضرتك الاول، حضرتك صاحب الدعوه لينا برنامج جدعان، المستشار عبد العاطي، صح كده؟ يا ريت حضرتك تعرفنا بنفسك تحديدا. عبد العاطي السيد صلحه، محامي بالنهضه الدستوريه العليا. مجرد ما سمعنا عن 1.5 مليون فدان قعدت مع اولادي واولاد اخويا واولاد خالتي وعماتي وقلت لهم لازم نساهم في التنميه بكل جهد، يلا نشتري كراسه الشروط. اشترينا كراسه الشروط، وجدنا فيها من الأمل الكثير، رسوم هندسية منمقة وملونة ومزخرفة، وعد بأن يكون هناك قرى خدمية وقرى سكنية ومنطقة خدمات لوجستية ومركز بحوث زراعية وكل الخدمات والمرافق. فتقدمنا وأجريت القرعة وفزنا بالقطعة 143. تاريخ نصوح في 27/3/2017 في استاد حرس الحدود بالاسكندرية. لما فزنا بالقطعة نفذنا كل الشروط المطلوبة، عايزين 1,035,000 في البنك، او دعنا 1,035,000 في البنك، وكل واحد اتصرف بقدراته، معسر او موسر كان له امل ان هو ياخد الارض ويزرعها. اسسنا شركة اوصية بسيطة، استخرجنا البطاقة الضريبية والسجل التجاري وما شابه ذلك مما كلف كثير من المال وكثير من الجهد. ومن شهر 10 من ساعة ما أعلن على المشروع احنا كل اسبوع في المغرى،
كل اسبوع. بتعملوا ايه بقى؟ بنشوف فين الامل. الامل بكره امتى هيتحقق؟ احنا عايزين ننهض بالبلد، عايزين نحط فسيله في الارض تنتج ثمره للاجيال الموجوده والاجيال القادمه. انا قلت المهندس عاطر الارض قال شهرين، قلت له انا محضر حوائط الصد و21 الف شجره جزورين، ولو اتاخرت عن شهرين هتبوظ وهرميها، لان انا حاططها في الدلتا في التربه الطينيه، ومحضر تقاوي ومحضر معدات. انت ما تعطلنيش، انت عملت ايه من 27/3 لغايه النهارده؟ طب ما انا عندي مشاريع يقوم بها اخرين في مجال استصلاح الاراضي النهضه. لما بتطلبوا لما بتطلبوا بان احنا عايزين نعرف اراضينا فين ومساحاتنا فين واحداثياتنا فين، عارفين قطع بتاعتنا فين بس ما اقدرش ادخلها. السبب مفيش مدقات، مفيش طرق. تتصور عذاب بصراحه على ما وصلنا. تتصور ان المنطقه اللي انا اجي بيها من دلتا لغايه هنا اكتر من 450 كيلو رايح 450 كيلو جاي في نفس اليوم، واجي اترك ابني في فلاه فاضيه ما فيهاش اتصالات، لا داغته طريشه من اللي في الصحراء، اتصاب في ايده اثناء العمل، جاله كريزه كلى يتنوا لغايه ما يموت. الريف المصري لم يفعل شيء على الاطلاق. ادوكم مواعيد في شركه الريف المصري عشان الطرق؟ اتصلنا اكتر من مره، افادني الدكتور احمد العزبي ان 30/12 تعليمات الرئاسه نكون خلصنا المدقات وتستلموا بعد 30/12. انا بكلمك وانا في الارض. انا اسمي بلال محمد عبد المهدي. اول ما علمت ان في كراسي الشروط بتنباع، فاول واحد جريت وجريت وفرحان ان انا هنعمل ارض العيال، وعندي فدان ملك بعته على اساس ان انا نعمل لهم 10 فدان 15 فدان، وحطيت وجريت وكل اسبوع جايب عربيه ب 1000 جنيه عشان نيجي نبص على البير بتاعي، نلاقي الماسوره واقفه الجمعيه كده نحسس عليها وناخد بعض ونروح. لم دق ولا طريق ولا اي حاجه، نحسس عليها وتروح فرحان، نروح للعيال نقول له ان انا رحت شفت الماسوره، يبقوا فرحانين، لا شافوا ماسوره ولا شافوا اي حاجه. ساعات نضحك عليهم نصور لهم تلفزيون في المحمول ونقول لهم بتاعي، والطريق يعني رايح جاي وحاجه مهدله واخر مهدله. طب ابو حمص اسمك ايه؟ رمضان السيد علي الشحات. انت عايز ايه هنا؟ عايز هنا اهو، عايز نواه الطرق، عايز خدمات الصحه، عايزين نقطه، عايزين مدرسه، عايزين ميه نشربهم، ده هنا حتى الميه مالحه ما فيش ميه نشربهم، ما فيش طرق زي ما انت شايف كده، ما فيش مدقات، ما بنعرفوش نخش للابيار زي ما انت شايف قدامك صحراء. ما فيش حاجه، ما فيش اي خدمه فيه، يعني هنا قال لك بعد شهرين هتستلموا الارض، واحنا عملنا مدقات وعملنا اسفلت وعملنا وعملنا. جينا هنا دلوقتي لا سلمونا ارض ولا شفنا حاجه، جينا هنا ما عرفناش نوصل للابيار بتاعتنا. كلمني، عمده من البحيره برضه؟ غربيه جديده دي. عملت ايه عشان تيجي هنا؟ عملنا كل حاجه، اتبعنا كل التعليمات اللي هم قالوا عليها وسمعونا كلام حلو جميل خالص واحلام ورديه، لكن على ارض الواقع ما فيش اي حاجه اتنفذت من اللي هم وعدونا بيه. لو حد جاي لك وقال لك استلم على الوضع ده، يعني الوضع ده انا مش هستلم عمري على الوضع ده، استلم على الوضع ده ازاي؟ طب انا هوصل للارض ازاي؟ اذا كان المدق الرئيسي اللي احنا المفروض احنا بنخش منه احنا مش عارفين نمشي عليه، الفرعي العربيه بتغرس فيه، اذا كان هو الرئيسي بتغرس فيه العربيه، احنا مش هنقدر نوصل للارض. الراجل ده من البحيره وكلامه في الصميم، اسمعوا. المشروع هنا لما جم قالوا من كام يوم ان احنا سلمنا اراضي للناس، ده ما عنديش امل ان خلاص الموضوع بدا يتفك وبدا الناس تستلم اراضيها؟ الامل حضرتك احنا واقفين فيه على الطبيعه. تخيل انا راجل ما اعرفش عن المنطقه دي حاجه واجي حنزل البير بتاعي ازاي؟ وبعدين انا هجيب عربيه زي دي، خدت بالك، ماجرها ب 1000 جنيه علشان تيجي وتجيبني حاجه كل اسبوع ازاي؟ الامن هناك قاعد لي هناك عشان ياخد بتاع كارته كل طلعه وكل دخله 20 جنيه، خدت بالك، وهات بطايق العماله، حل حنا ازاي؟ خدت بالك؟ انا بناشد بقى السيد الرئيس رئيس الجمهوريه اللي هو النهضه بتاعته ديت اللي هيذكروا التاريخ عليه، المباني اللي هو بناها ديت صدقني ما هتنذكر، هتذكر كل ال 4 مليون فدان اللي هو وعد الشعب بيهم للمستقبل للاجيال الجديده، اذا تموا سيذكره التاريخ. البنوك قول لي، احنا خدنا وعود في بدايه مرحله المليون ونص فدان، كان من بنك اعلن دعمه للمشروع في اقامه المؤسسات، في اقامه الاساسيه والاستصلاح والاستزراع، الطاقه الشمسيه وشبكات الري، وبقروض وبنسبه 5%. بمبادره الرئيس
وبقى كلنا تفاؤل كلنا، ولكن فوجئنا بان الواقع لما تكلمنا مع البنوك وعملنا العقد، خدنا عقد من الدولة بان احنا طلعنا في الطرح الاول من المشروع المليون. كان ايه الرد يعني؟ كان الرد ان انت ما تقدرش هتاخد القرض بناء على ايه. القرض اللي انت هتاخده لازم يكون في ضمانات، ولكن من ضمن عقدك ضامن، عقدك ضامنة، من ضمن شروط العقد. وفي حد يا جماعة راح والبنوك اترفض؟ انت كمان؟ من ضمن شروط العقد مع الدولة انك ما تقدرش تاخد عليها قرض ولا تقدر ان تتصرف فيها. انت مخلي الارض غير ضامن؟ ده بند من ضمن البنود الموجودة في العقد. فخلتنا انا دلوقتي انت يعني بتدعم صغار المزارعين مش المستثمرين. احنا مش مستثمرين، احنا مزارعين في قلب بلدنا بتدعمهم. يبقى فيه هياكل وحاجات مؤسسات هتقدر تدعمنا تقف جنبي مننا. انا مش بنقولك اديني ولا هتحسن عليا، ده انا بنقولك ادعمني وبعد كده شوف شروطك وطلباتك اللي نعملها. الشاب ده محامي نقل من جدول المشتغلين في نقابة المحامين عشان يتفرغ للأرض لما تيجي. هو ده شرط عقود شركة الريف المصري، وده حطه في مشكلة كبيرة وبجد مش عارف يعمل ايه. وانا بكلم هنا انت بتقول ان انا لفيت على كل البنوك، اذكر لي البنوك بالاسم. فعلا بنك الاسكان والتعمير اول بنك حطينا فيه 5000 اللي هم تمنوا الكراسة، وحطينا فيه 1,035,000 واكتر من حوالي 200 شركة نفس شركاتي اللي متعاقدة مع شركة الريف المصري حطت الفلوس برضو. ولما جينا نتكلمهم في القروض قالوا لك لا احنا عاوزين ضمانات غيركم. بنك الكويت قال لي لازم برضو شركة تيجي تضمنك، قال لك المبادرة بتاع 5% سنويا لسه ما اتطبقتش ومش هتتطبق على الاستصلاح الاراضي الزراعية، ده احنا بتطبق على المشاريع اللي هي الصناعية. طب ازاي انا دلوقتي عندي 230 فدان وعاوز اول حاجة طاقة شمسية ب 650,000 جنيه غير المواتير المية وشبكات ري غير معداتك ومعداتي، دي تدخل شيلها لوحدها في حوالي 2 مليون أو 2.5 مليون. علي السيد علي الشحات اصلا من ابو حمص وقعد تيجي نكسب المطامير. انا قعدت في يوم قالوا في اراضي بتاعت 1.5 مليون فدان بتوعت السيسي، انبسطت واتكيفت من السيد الرئيس لان عمل لنا كذا مشروع ونجح. حتى بعتنا رغيف العيش ما كناش طايقينه في الاول وجاب لنا كل حاجه حصل. فلما قالوا فيه ارض بتتسلم انا اول واحد اندفعت مع اخواتي ولمتهم وعملنا ايه شركه اسمها شركه القدس للاصلاح الزراعي، ودفعت والله والله كان عندها اخر بهيمه بحتاج كنت موكل منها، امي عندها 103 سنه لبن وعيل صغير ما عاد عندي حاجه في الدار الا الحمار ولا مواصي، وجبت فلوس بالفوائد من الناس والاخر لا استلمت ارض ولا شاف ارض. وكل اسبوعين يقولوا يلا نروحوا نجيبوا عربيه ب 1000 جنيه ب 900 جنيه تغرس في الطريق والعجله تفسي الجاز يخلص منه نشيله طويل يروح ابويا تعالك معايا وياخد كمان 200 جنيه زياده. ده بالنسبه للسواق. عايز ايه؟ عايز الارض نستلمه عشان نشوف الطرق. الطرق بنيجي بنغرس ما فيش طرقات، وقعدونا قالوا لي في طرق وفي حاجات ما عملتش الطرقات، ما فيش خدمات صحيه. اقدر انا جبت عيال وجبت انفار معاها وحيه ولا حنش لدع واحد نلحقه ازاي؟ هيموت. ال 15 طلب اللي احنا طلبناهم، واحد هو انتداب احد الساده الضباط والقوات المسلحه وتحت اشراف اللواء كامل الوزير لتنفيذ المشروع والرقابة على شركة الريف المصري في التزاماتها. اثنين انشاء الطرق والمدقات وفي اسرع وقت ما زاد عن 3 شهور. اعتبروا 400 شركة منسحبين وانا بتكلم بالوكالة عنهم كلهم من المشروع. ثلاثة انشاء نقاط شرطة بقرار من السيد وزير الداخلية في ارض المشروع، انشاء نقط صحية 3 أو 4 حسب ما تيسر بأطباء مقيمين بهيئة تمريض مقيمة لخدمة الأهالي اللي هيقيموا في المشروع. 4 أن مبادرة السيد الرئيس والبنك المركزي في إقراض شباب وصغار المزارعين ضمن مشروع المبادرة فايدة 5% تطبق على شباب، يجب أن تطبق على الشباب، لأن الشاب اللي جاي النهاردة المشترك مع 15 شاب عشان يزرعوا قطعة أرض 230 فدان محتاج رأس مال كدراسة جدوى صحيحة ودقيقة 4-5 مليون جنيه. الجزء اللي جاي خطير جدا، اتهام للعقود المحررة مع شباب 1.5 مليون فدان بأنها عقود إجحاف.
منع شركة الريف المصري من توقيع الناس على شيكات بدون رصيد، لأن دي مخالفة بالقانون، لأن الشاب اللي هو مدير الشركة. الشيكات بدون رصيد؟ بقية الأقساط الأرض مكتوبة في العقد، الأقساط وقيمتها مكتوبة في العقد، عشان يمضي على شيك بنك بدون رصيد معناه السجن مفتوح. العقد يا سيدي بفسخه. استرد أرضك. خاصة إن القانون التجاري اللي نظم الشيك يعاقب الصادر له الشيك إذا علم أن مصدر الشيك ليس له رصيد. لن أسمح للمهندس عطر حنورة إنه يجبر ابني يمضي له على شيكات بدون رصيد. العقد مكتوب فيه الإقساط، ولما ما التزمش بالإقساط يبقى يسحب الأرض. السيد محافظ مطروح يجب أن يوضع أمامه الخريطة التنموية في المنطقة ويصدر بها قرارات تقسيم إداري ومسميات. نشتغل صح. بقى لنا أكتر من 9 ساعات بنصور عشان خاطر نبين لكم قد إيه الناس نفسها تشتغل في مشروع 1.5 مليون فدان. مشروع كبير، مشروع رئاسي، مشروع تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولازم يتنفذ، بس بخطى أسرع من كده. اللي بيحصل دلوقتي إن المشروع يسير ببطء السلحفاة. لا يجوز على الإطلاق إن الناس بقالها أكتر من 10 شهور مستنية تحقيق حلمها، ولغاية دلوقتي الطريق ما اتعملش، مفيش خدمات توفرت، أرضهم مش عارفين مكانها. طب اشتغلوا ازاي؟ العقود اللي موجودة عقود مجحفة. طب يعملوا ايه؟ المشروع هنا حلم كبير جدا، انا حبيت اكلمكم في اخر لحظة عشان دي شهادة لازم تتقال قدام ربنا. المشروع ده مشروع كبير، شركة ريف المصري بتبذل كل جهدها، ولكن امكانياتها محدودة جدا. لازم نقف معاها ونساندها لانها تستحق، لانها بتدير مشروع كبير كبير، مفيش شركة تقدر تديره. ده 1.5 مليون فدان، وبكرة هيبقى 4 مليون فدان. واللي عايز اقوله في النهاية، المغرة في رقبتنا جميعا. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يرصد إنشاء مدارس وكليات ومساجد ومستشفيات في قرية الديدمون بمحافظة الشرقية بتمويل مستمر حتى الآن من دولة قطر، ومحمد غانم يلتقي بالشخص الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه الأموال الضخمة ويكشف أسرار ذلك اللغز الغامض. في محافظة الشرقية وتحديدا مركز فاقوس قرية الديدمون هتقابله دلوقتي عم عبد الرحيم سليم، راجل عمره 80 سنة وهب حياته للخير والعطاء وبيعشق بلده. عمل مشروعات خيرية تكلفتها أكتر من 150 مليون جنيه والتمويل القطري. استنوا قبل ما نحكم عليه، تعالوا نسمعه. حكاية الراجل ده غريبة شوية. هو ابن قرية الديدمون بمركز فاقوس في الشرقية، وبقى رمز للعطاء والحب والعشق لبلده والوطنه مصر. اسمه عبد الرحيم حسين علي سليم، مدرس لغة عربية، فصيح، لا ده عاشق للغة العربية وأديب وشاعر ومثقف. عمره أكتر من 80 سنة وحالته الصحية مش ولا بد. فقرات ظهره جالها فيها ألم شديد، والدكاترة شالوا 4 فقرات مرة واحدة وغيروها. ورغم كده كل المشروعات الخيرية اللي بيعملها لازم يشرف عليها بنفسه، حتى لو هيجيبوه متشال، لأن كل قرش أمانة في رقبته. طيب إيه مشروعاته؟ مدارس ومعاهد أزهرية وكليات ومستشفيات وجوامع، سواء في الديدمون أو براها. طب بيجيب تمويل منين؟ باختصار من قطر. استنوا بس، قبل ما تتسرعوا في الحكم عليه أو توجيه أي اتهام ليه، اسمعوا. ولدت على أرض الديدمون وتعلمت في مدارسها، ثم انتقلت إلى مركز فاقوس، مدينة فاقوس، وتعلمت في مدارسها، وظللت في التعليم إلى أن تخرجت وعملت معلم، وطلبت احتياط في الجيش، وسافرت إلى اليمن بالمشاركة في مساندة الثورة اليمنية سنة 1962، وبعد قضاء 28 شهر في اليمن رجعت، وكانت المفاجأة، الديدامون من أقصاها إلى أقصاها
أتت إلى منزلنا لتهنئني بسلامة العودة، فكنت أبكي وأقول في نفسي: هل الديدامون تحب أبناءها بهذا الشكل؟ والله لو أعطاني ربي لأرد الجميل لهؤلاء الناس الطيبين. وشاءت الأقدار أن ذهبت بعثة إلى دولة قطر، وكانت مدة الخدمة التي قضيتها في التعليم 20 سنة ب20 امتياز. وصلت إلى قطر في 14/79، يوم 17 بعد 3 أيام طلبني وكيل أول وزارة وقال لي: تقاريرك أرغمتنا على أن تكون معلما في مدرسة الأشراف. خلصت في عملي، وهذه هي طبيعتي والحمد لله. فنقل الطلاب عني إلى آبائهم وأسرهم: جاءنا معلم مخلص في عمله اسمه كذا. وطلب مني أحد الأشراف أن أساعد أولاده درس خصوصي، فلبيت الدعوة. ولما مر شهر أراد أن يكافئني، فرفضت المكافأة حياء. قال: طيب سوف أعرض عليك أمر ما، لك أن تقبل ولك أن ترفض. أنا بأترأس مؤسسة خيرية، دور المؤسسة الخيرية، هذا يريد بناء مسجد يعطيني أموال، هذا يريد بناء مدرسة يعطيني، هذا يريد بناء مستشفى يعطيني، فأنت صرت عندي أهل ثقة، فأطلب تجد لأهلك لبلدك. فقلت له الديدامون. فأنا قلت له: والله أنا أطلب مسجد يكون بجوار المدافن يصلوا فيه على الأموات وصلوا فيه الفروض. فقال: لك هذا. وتم مشروع المسجد وافتتحناه، سعادة المحافظ وسعادة الوزير والدنيا فتحوا المسجد. وبعد افتتاح المسجد تبقى معي مبلغ 7000 جنيه. قلت لرئيس المؤسسة: الشيخ باقي معي 7000 جنيه. قال لي: تبغي ايه مشروع تاني لأهلك؟ قلت: بلدنا محتاجة لمعهد ديني ابتدائي، مش عند معهد ديني أزهري، ابتدائي. فقال: لك هذا. وحرر لي شيك، وأطلب تجد إلى أن ينتهي. وانتهى المعهد، تم تشغيل المعهد، ورئيس المؤسسة قال لي: تبغي إيه تاني؟ قلت: أبغي معهد إعدادي بنين. كنت بتنزل هنا الديدامون تشوف محتاجة إيه وتروح تقول له؟ أما دي ما أنا بنزل كل 3 شهور بس. فأعطاني لبناء المعهد الإعدادي، ثم الثانوي، ثم الكلية. فجملة المساجد اللي أنا بنيتها 6 مساجد داخل الديدامون و4 خارج الديدامون. وستة معاهد ابتدائي وإعدادي وثانوي وبنين وبنات. بعد انتهاء من مرحلة المعاهد الأزهرية بدأت أفكر في التعليم العام، فبنيت مدرسة هند الثانوية للبنات، ثم مدرسة اللغات. لغات في قرية؟ أيوة، دي مباني كبيرة 40 حجرة دراسية، لأنه هو الراجل بيقول لي: أطلب تجد، بدون ما فيش، ترك محاسبتي على الله. سلام الله. توفي الشيخ عبد الله
وآلت المؤسسة إلى أعضاء مؤسسين، فعطلوا المسيرة شوية، فوجدت العوض في إيه بقى؟ في أبناء اللي أنا درسته في هذه الدولة. أبنائي اللي أنا درستهم عرفوا بموضوع التوقف، فكانوا يعطوني تبرعات لاستكمال المسيرة. لاستكمال المسيرة، الحمد لله رب العالمين. طب هسألك سؤال بشكل واضح، انت عارف ان في خلافات ما بين مصر وقطر، خلافات حادة كمان، دي بعيدة خالص. دي بعيدة، أبنائي بعيد عن الأسرة الحاكمة وبعيد عن خلافات قطر وبعيد عن أبنائك من الشعب القطري. علاقة علاقات بينه وبينه، الشعوب ليس لها علاقة بأي خلافات سياسية. لا 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 لا، ده علاقات بينه وبينه. كنت رايح على 4 سنوات، مسكوا فيا خلوني أقعد 37 سنة، ما 35 سنة. بإيه؟ بالإخلاص. بعد ما انتهت إعارتي راح السفير القطري للدكتور عصمت عبد المجيد، قال له الدولة بتستأذنك في ان يستمر معنا المعلم ده. السفير شخصيا؟ لا السفير لوزير الخارجية شخصيا، لوزير الخارجية اللي كان نائب رئيس وزراء. خلاص، فقال مكافأة له يسمح له بالاستمرارية. حاجة عبد الرحيم، واجهت اي مضايقات بسبب ان الفلوس دي بتيجي من قطر؟ ابدا ابدا، لان المشروع الذي اتمه وسلمه للدولة، هي اللي تفرش وهي اللي تجيب المدرسين والدكاترة، هي اللي تتولى العمل فيه، واللي هي كان انا قدمت بمعدل كل سنة وربع مشروع، سواء مسجد او معهد او مدرسة، كل سنة وربع مشروع. النائبة نسيلة ابو العمر أول ما دخلت علينا في المعهد العالي للتمريض بقرية الديدمون، لقيت كل الرجالة هبت واقفة، وعلى فكرة خاضت معركة شرسة جدا عشان تفوز بمقعد البرلماني، وقهرت 29 راجل، ومن يومها ما بتونش خدمات ومشروعات وطريق دائري الفقوس وتحويل نقاط الشرطة لمراكز وتوصيل الصرف الصحي لأكبر 25 قرية بكفرها، وكمان ساعدت الحاج عبد الرحيم سليم في خروج كلية الفنون التطبيقية والمعهد العالي للتمريض والمركز الطبي الضخم لجامعة الزقازيق للنور، وكل ده في ديدمون. اولا برحب بيكم في مركز فاقوس وعلى ارض الديدمون، على ارض المشروعات اللي يعتبر قرية الديدمون هي اول قرية اتعمل فيها كلية دراسات اسلامية بمجهودات الحاج عبد الرحيم. انا بعتبر الرجل ده معلم، اب، اخ، انسان. انا جيت له لحد عنده عشان اقول له انت عملت في المباني دي ايه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي بجد ولا حاجة. طب الحكومة فين؟ قال لي مش عارف، عمال اعلي صوتي وانادي محدش سامعني. قلت له طيب تديني الشرف ده ان انا اساعدك؟ قال لي ياه، انا لي عظيم الشرف. قلت له انا عايزة طلب بايدك انت اللي تكتبه، هتكتبه 3 مرات، هتكتبه باسم رئيس الوزراء، هتكتبه باسم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، هتكتبه باسم وزير التعليم العالي. وصورت انا بنفسي المباني دي، رحت المبنى المستشفى وجيت مبنى الكلية الطب ودخلت المدرجات وشفت المعامل وشفت كل حته فيه. طلعت على مجلس الوزراء اول حاجه حاولت ان انا اقابل معالي الوزير رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ورحت فعلا قابلته. قلت له يا فندم اتفرج على المباني دي بتكلفة 50 مليون جنيه، راجل متبرع عندنا هو اللي قايم بالدور ده، هو اللي قال لي يعني المباني ده عندكو؟ قال لي عندنا والله. وعارف فيها ايه؟ برضه ما هو شيء لا يعقل، مباني بالحجم ده في قرية، في قرية طبعا. انا اكتشفت بقى لما مشيت في المشوار ان في ناس بتحاول تعرقل المشوار. ليه؟ يمكن عشان خارج المدينة مش في المدينة نفسها، في قالوا يمكن عشان فلوس قطرية. أنا كلمت رئيس الوزراء وكان كلم وزير التعليم العالي معالي الوزير خالد، قال له النائبة نسالة بالعمر هتجيلك ومعاها ملف
ادرس لي الملف ده ونزل لي لجنه بكره الصبح تشوف المباني دي فين. وفعلا لقيت الحمد لله مسانده من كل المسؤولين وكل الجهات المعنيه بهذا المشروع العظيم لانه ظهر في النور. احنا منتظرين طبعا. انا عرفت ان في قرار جمهوري لازم يطلع بتشغيله، فاحنا خلال اسبوع بالظبط كلام من الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعه بمحافظه الشرقيه وعدني في خلال اسبوع هتتسلم جميع المباني، هتتسلم المستشفى وهيتسلم الكليه لعميد الكليه الجديد ان شاء الله، وفي بدايه الدراسه السنه الجايه ان شاء الله هتبدا الكليه والمعهد والمستشفى. خلينا نتكلم بقى على مشاكل الناس في الدايدمون. الصرف الصحي واقف ليه؟ اقول لحضرتك احنا عندنا 5 قرى بدأوا فيهم مشروع الصرف الصحي تقريبا من 4 سنين وانتهوا فعلا الصرف الصحي وبدأوا يسلموا فيها من 1.5 سنة او من 2 سنين، بس للأسف لما بدأوا يعملوا المشروع ما فكروش القرى دي هتنزل فين. اكتشفوا بعد كده بعد ما خلصوا الصرف الصحي في ال5 قرى اكتشفوا ان محطة المعالجة لا تسع ال5 قرى اللي خلصوا فيها المشروع والمفروض يتسلم ويشتغل من 2 سنين، فوقف المشروع بالتالي في ال5 قرى ومن ضمنهم قرية الددم. والحل؟ الحل هو بدأ في توسعات حاليا وتسلم فعلا محطة المعالجة للمخابرات العامة وهيشتغلوا فيها ان شاء الله في شهر 2 هيكونوا بادئين العمل فيها، توسعات محطة المعالجة لخدمة 5 قرى اللي فعلا تم فيهم مشروع الصرف الصحي نهائيا. نموذج الحاج عبد الرحيم سليم مبهر فعلا، والراجل بجد يستحق جائزة الدولة التشجيعية كأفضل معلم لغة عربية وكرجل البر الأول في مصر، وكفايه ان مشروعاته عدت تكلفتها ال 150 مليون جنيه. تعالوا بقى نسمع شعر مهم جدا من عم عبد الرحيم سليم وانتوا احكموا. تعالوا شباب مصر للعمل والبناء، هيا حتى نصل الى العلياء، اسرعوا بالجد والتفاني للبذل والعطاء، فالعمل هو السبيل الى النماء، اذا اردتم تحقيق الامل والرجاء فعليكم أن تكونوا مثالا للوفاء، الوفاء لمصر يرفعها إلى السماء، فسيروا خلف السيسي من أجل البقاء. يا رب ارفع عنا سوء البلاء حتى نعيش ناجين من الشقاء، السعادة تأتي بالجد والعمل والعناء للقضاء على الإرهاب في سيناء، ضاعفوا الجهد من أجل الأبناء، لا تتوقفوا أبدا عن البناء، إذا أخلصتم يضاعف الله العطاء، وعطاء الله يحتاج إلى حسن الأداء، بجهودكم ترتدي مصر ثوب البهاء، تزهو تفرح ترقى تكيد الأعداء. أحب أم الديدامون حبي للسويداء، إنني لمصر شديد الحب والولاء، انتبهوا كونوا واعين بعيدا عن الغوغاء، فالوطن يحتاج إلى الواعين النجباء، ما أجمل أن نتنفس فيه أنقى الهواء حتى تمتلئ نفوسنا بالهناءة والصفاء. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان في مشروع نهر الخير الزراعي بصحراء المنيا، والذي تتجاوز مساحته 4000 فدان ويعمل به المئات من المزارعين في أعمال الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الحيواني، وأشهره شركة مساهمة لتقنين أوضاعهم مع الدولة بأسعار عادلة للأراضي. في نهاية محافظة المنيا وعلى مشارف محافظة أسيوط في مشروع زراعي بيتنفذ هناك على مساحة 3900 فدان، مشروع اسمه نهر الخير، وفعلا المشروع تحت أرضه في نهر من الخير. رحنا هناك بعد لما جدعان ونجحوا في ان هم يزرعوا كل حاجة بداية من الغلة لغاية الخضر والفاكهة، وكنا لازم نسمعهم. خليكم معنا. نهر الخير شركة زراعية في المنيا، مساحة أراضي وضع اليد اللي تبعها وبتقننها دلوقتي 3900 فدان،
وبتشتغل بنظام المطور الزراعي، يعني بتعمل البنية الأساسية والقومية في الأراضي لكل المساهمين فيها من المزارعين، تسوية للأراضي وحفر الأبار وإنشاء محطات طاقة شمسية لتشغيل الأبار وغيرها كتير. أرض شركة نهر الخيل للتنمية والاستثمار الزراعي في مركز ملاوي بناحية دلجة، وتحديدا بمنطقة القارة السوداء على طريق أسيوط الغربي، وهدفها إنشاء مدينة زراعية متكاملة، يعني زراعة وأسواق للمنتجات ومدينة سكنية ومستشفى ومدارس ومعاهد أزهرية ونقاط شرطة ووحدة إسعاف. وعلى فكرة فيها أكبر مشروع في المنيا لتربية الأغنام، يعني 700 راس من أفضل السلالات سواء للحوم أو الألبان، وبيبنوا كمان حظائر دلوقتي عشان تستوعب 2000 راس. المهندس أحمد السيد رئيس مشروع نهر خير اتخرج في كلية النظم والمعلومات بجامعة عين شمس، وبعدها درس الزراعة في جامعة عين شمس لأنه بيعشاها، ودلوقتي حلمه ان الدولة تنتبه ان الأراضي الصحراوية ملهاش قيمة لو هو وجدعان المشروع مروهاش بعرقهم ودمهم سنين طويلة. ايه حكايتنا ومشروعنا ده بنفكر فيه ازاي؟ حكايتنا احنا بدأنا مجموعة من المساهمين او المستثمرين شباب مع بعضينا ان احنا نكون فكرة شركة مساهمة. طيب هنعمل بعدها ايه؟ اتجاهنا طلع للزراعة، شايفين ان الناس كلها شغالة في العقارات، شغالة في الاستثمار العقاري، احنا عايزين نعمل حاجة ننفع بها بلدنا، حاجة طموحة، حاجة نفكر فيها، حاجة نفك بها الضغط عن الحمل بتاع البلد. جينا اخترنا الارض هنا وبدأنا نعمل محطات الطاقة الشمسية بتاعتنا، علشان شفنا ان في سنة من السنين او الكهرباء بتزيد، السولار تمنه بيزيد، بدأنا نعمل فكرة ان احنا نعمل محطة طاقة شمسية. عملنا محطة الطاقة الشمسية 100 كيلو بتشغل 125 حصان، هي اكبر محطة طاقة شمسية الحمد لله موجودة في مصر. في تشغيل الابار، تشغيل الابار اكبر محطة بتشغل بير في مصر، اللي هي المحطة الحمد لله الموجودة عندنا حاليا دلوقتي. بدأنا نقسم مشروع ده، عملنا الشوارع بتاعته وعملنا الخطة هنشتغل ازاي، قسمنا الشوارع بتاعتنا، قسمنا الخطوط الرئيسية بتاعت الابار، المحابس بتاعتنا، نظام الشبكة هنعمله ازاي. بدأنا بقى كل مستثمر معانا اللي هيزرع قمح، لا انا هزرع شعير، لا انا هزرع خضار، لا انا هزرع فاكهة. انتوا كمجموعة وكشركة مساهمة ما زرعتوش مرة واحدة كلنا هنزرع قمح، كلنا هنزرع، كل واحد بيزرع في خط؟ لا كل واحد بيزرع بس في خطة، السوق محتاج ايه، مين اللي هيزرع النهاردة الطماطم، مين اللي هيزرع الكوسة، لا انا هنزرع كوسة صيفي، لا هنزرع كوسة شتوي، بنشوف السوق، محددين المساحات لكل محصول، كل محصول متحدد المساحات بتاعته، وفي خطة حاطينها من هنا لحاية 2022 في المساحة بتاعتنا الموجوده حاليا اللي احنا زارعين فيها. الحمد لله زارعين تين برشوم اللي هو التين الاسباني، زرعناه في شهر 5 الحمد لله منتجين منه حاليا. زرعنا الكوسه شغاله زي الفل الحمد لله، الطماطم الحمد لله بنحمل منها وشغاله زي الفل. الايام دياتي بدانا نزرع الشعير، نزرع القمح، والحمد لله عندنا تاني اكبر مساحه القمح. لسه يعني احنا بادئين حوالي من 50 ل 60 فدان بداية السنة دي، لكن إن شاء الله السنة الجاية في توسعات بإذن الله في القمح بإذن الله. احنا لغاية النهاردة زرعنا قد إيه يا باشمهندس؟ احنا لحياة النهاردة داخلين مخلصين حوالي أكتر من 400 فدان مزروعين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. مشوار تقنين الأرض بدأ سنة 2014 بالتقديم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبعدها للجنة استرداد أراضي الدولة، وفعلا نزلت المعاينة من المحافظة دلوقتي مجلس الوزراء بيخاطب الشركة لتسليم خرائط الأرض تمهيدا لزرع العقود بعد سداد مستحقات الدولة. طب خلينا نتكلم بقى على جانب تاني، حق الدولة. تمام. احنا دلوقتي مساحة 3700 فدان، مزرعين هنا في الالف فدان دي 100 فدان قمح، هنا زرعين طماطم. طيب بدأنا نخاطب الدولة، نقول احنا وضعنا ايه؟ احنا شغالين وبدأنا نخاطب الدولة من 2014، بدأ هيئة التعمير ثم اللجنة بتاعت المهندس ابراهيم محلب والمحافظة. احنا ما عندناش مشكلة خالص في الأوراق الحمد لله، وهم برضو متعاونين معانا ونزلوا وعينوا معاينات نزلت هنا المشروع؟ نزلت معاينة الحمد لله وشافوا الطاقة الشمسية وبيشكروا في المشروع جامد الحمد لله، يعني هم الناس متعاونين، لكن احنا مستنيين السعر بتاع التقنين، يعني احنا كل مستنيين السعر بتاع التقنين، أو مستنيين بالأصح اللائحة التنفيذية لما تنزل للمحافظة للتقنين، بس احنا هو قصدك على قانون 144 اللي هو بتاع تفويض المحافظين؟ بتاع قرار رئيس الجمهوريه تفويضهم في التصرف في الاراضي. بالظبط يا فندم، بالظبط. لكن هم الناس مبسوطين جدا بالمشروع وجايين هنا ومبسوطين جدا بالمشروع وبالبنيه الاساسيه اللي فيه. جالكوا اي مؤشرات عن السعر هنا ممكن يبقى كام؟ والله هم قالوا في المنطقه 48 و43، يعني 48 ايه؟ 48000، فده رقم غالي جدا.
لان احنا الدوله ما خدناش منها ولا طرق ولا شبكه ولا اي ولا كهرباء ولا اي حاجه. احنا الناس كلها هي اللي عامله الشبكات، سواء عندي هنا في الشركه او جنبي او اي منطقه هنا على الصحراء والغربي، الناس هي اللي عامله البنيه الاساسيه بتاعتها. فاحنا عايزين النظر في السعر، والسعر يكون مخفض جدا، لان ده هيشجع ناس كتيره غيرنا ان هي تستثمر في الزراعه. طب احكي لي بقى حكايه المشروع بتاعك هنا بتاع الانتاج الحيواني. انا فرحت بيه بصراحه. انت عندك سلالات نادره جدا. ايه بقى حكايه المشروع بتاعك وليه مزاجك في انك تربي الماعز والخراف؟ احنا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى، عندنا غنم عساف. الغنم عساف ده اوزانه بتعدي ال 100 كيلو وال 120 كيلو، يعني احنا ممكن نبص للغنم العساف نحس انه عجل ما شاء الله. جبت الغنم العساف ده من سنتين وبدات اشوف الاجواء بتاعته هتمشي في المنطقه هنا ولا مش هتمشي. الحمد لله الاجواء مشيت، بدات اخلطه مع الغنم. هي سلاله فلسطينيه صح؟ سلاله فلسطينيه. بدانا نخلط الغنم ده مع الغنم البلدي بتاعنا، والحمد لله انتجنا منه خليط دلوقتي، بنطلع منه خليط. ما شاء الله الخروف الخليط ده عند 5-6 شهور بيديني 60 و70 كيلو، واللحم نسبه التصافي فيه بتاعته عاليه جدا، وما فيش اللي هي الكبيره اللي احنا ايه بنشوفها في الخروف البلدي اللي موجود. وعندنا الماعز البور والالباين والسانون. البور ده مشهور في جنوب افريقيا، والالباين والسانون ده حضرتك معروف انه في فرنسا. النهارده الماعز البور ده لو انتشر في مصر، انا بقول لحضرتك كيلو اللحمه هتلاقيه ب 50-60 جنيه، مش هيعلى عن كده في السوق، وهيقل عن كده كمان. ليه؟ لان الماعز البور بيمتاز بالولادات العاليه جدا، يعني ممكن يولد باثنين وثلاثه واربعه الولده بتاعته، وكمان ان الوزن بتاعه عند 5-6 شهور برضه بيجيب ال 60 كيلو. شركة نهر الخير بدأت الاستصلاح والاستزراع من سنة، لكن بقالها 4 سنين بتجهز الابار والطرق. مش دايما بقول لكم الزراعة مش سهلة، وعايزة مال قارون وصبر ايوب وعمر نوح. عبد الرحمن عيد من المؤسسين لشركة نهر الخير هنا على ارض المنيا في منطقة ملاوي. زي ما قلنا بيزرعوا 3900 فدان، لكن فكرهم متطور في تأسيس مدينة وتأسيس مكان نقدر نعيش فيه كمزارعين. واحنا داخلين هنا على باب المشروع بتاعهم في مساحه حوالي 60 فدان. ال 60 فدان دول هم عاملينهم مدينه متكامله خدميه تقدر تخدم على كل الناس اللي في المشروع. خلي بالك احنا قلنا مستقبلا ان المشروع ده المفروض يوفر 3000 فرصه عمل. عايز منك بالتفصيل الممل ايه هي تفاصيل المدينه اللي انتوا بتخططوا لها تنشا في هذا المكان. احنا بفضل الله لما سعينا ان احنا نؤسس هذا المشروع كان هدفنا ان احنا نتمشى مع خطة الدولة ومع سياسة الدولة في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى. فبدأنا في تأسيس المشروع على اساس انه ان شاء الله يكون مدينة زراعية كاملة متكاملة على مساحة ال 3900 فدان اللي حضرتك اتكلمت عنها. فبدأنا فكرة المنطقة الخدمية ان احنا نقسمها لاربع مناطق. المنطقة الأولى منطقة خدمية متعلقة بكل ما يخص مجال الاستثمار الزراعي، بمعنى إنه حضرتك عايز بذور، عايز شتلات، عايز أسمدة، عايز مبيدات، ميكنة زراعية، معدات، استشارات زراعية، ده موجود في المنطقة الخدمية في المكان المخصص للمنطقة الخدمية اللي بتتعلق بمجال الاستثمار الزراعي. اللي هي 60 فدان اللي ورا. 60 فدان جزء منها. طيب إحنا داخلين وقاعدين في المشروع، محتاجين أكل، محتاجين شرب، فبالتالي أصبحت عندي الحاجة ملحة لمنطقة مطاعم وكافيتريات. فاصبحت موجوده عشان نقدر ناكل ونقدر ومحدش انا عايز انشئ مدينه هنا. توطين، عايز توطين. بالظبط، فمش عايز اخرج اجيب حاجه من بره. المنطقه الثالثه عندي اصبح منطقه ترفيهيه، محتاج يبقى فيه كوره، محتاج يبقى فيه ملاعب، محتاج يبقى فيه حمامات سباحه، الكلام ده كله. حمامات سباحه؟ بجد؟ ان شاء الله باذن الله. المنطقه الرابعه هي منطقه احنا ناظرين فيها نظره مستقبليه، وبنامل انه من خلال برنامج حضرتك ومن خلال حضرتك ومن خلال كل اللي بيسمعونا ان هم يساعدونا في هذا المجال، الا وهي المنطقه الخدميه اللي بتتعلق بقى بكل اللي بيحتاجه الناس هنا، زي مستشفى، مدرسه، وحده صحيه، مسجد، كل الحاجات دي الدولة إن شاء الله بإذن المولى تساعدنا فيها. جدعان شركة نهر الخير بيشتغلوا بإيديهم وأسنانهم في الصحراء وزرعوها وأنتجوا الخير كله. قمح وفول بلدي وبنجر وبصل وطماطم وبرسيم وليمون وكوسة وشعير وكمان زيتون. عم عاشور سيد مهني هو مزارع كان بيزرع هنا، فهو من أبناء المنيا منطقة ملاوي، كان بيزرع في الأرض القديمة حوالي 2 فدان، 2 إلا يعني. راجل باعهم وجه ساهم هنا واشتغل وبقى عنده 5 فدان، وبيقول لي بكره هيبقى عندي 10 و15 و20.
شاء الله باذن الله. اسالك انت اللي زارع الذهب اللي ورانا ده كله، البنجر ده كله، اشمعنى البنجر بالذات اللي اخترت تزرعه هنا؟ لان هي الارض اول مره تتزرع وفيها نسبه ملوحه عاليه. البنجر بيقاوم، المحصول الوحيد اللي يقدر يقاوم نسبه الملوحه العاليه هو البنجر. بعد السنه دي اي محصول ازرعه وانت مطمن مفيش اي مشاكل، فلازم البنجر يعني. انت دي فرقت معاك يعني؟ انت كنت بتزرع معاك 2 فدان، هنا بقى الدنيا خدت لك 5 فدان وبتخطط انك تاخد 10 و15 فدان، الدنيا هنا فرقت معاك؟ لحد اللحظه دي يعني في علم الغيب ما نقدرش نقول فرقت، لكن باذن الله البشائر كلها بتاكد ان اكيد هتفرق. لان هنا ما شاء الله اللي انا شايفه اللي شايفينه المهندسين ونفس المهندس من شركه سكر ابو غاز جه، الكل اقر ان المحصول هنا افضل من الارض الطينه. على فكره بيشتغل دلوقتي في المشروع حوالي 70 عامل ومهندس زراعي بصفه دايمه، بخلاف العماله اليوميه اللي بتوصل ل 500 عامل. عم حسين النمر من اسيوط تحديدا مدينه ديروت، وجه هنا المنيا عشان يزرع في ارض شركه نهر الخير. عم حسين خليني اسالك سؤال، انا عارف انت غامرت وخطرت وجيت هنا الصحراء وسبت ارضك الطين الزرقاء وقعدت هنا. لو احنا اتكلمنا على سعر عادل الارض زي دي، انت انتجت منها وبتنتج طماطم ما شاء الله وهتزرع بصل وزرع فول، لو قلنا الفدان ب 48 50000 زي ما تردد وتقال في المحافظه، وان المحافظه مستنيه قرار التفويض بتاع القانون 144 بتاع قرار تفويض المحافظين، وممكن تخلي السعر 48 50، هتقدر تدفع ولا مش تقدر؟ بوضوح. بص حضرتك، رساله اللي انت شايف حضرتك ده والمجهود اللي اتبذل وللتكاليف المدفوعة، احنا مش وحدنا في هذا المجال. انا هأجل الإجابة عن هذا السؤال بعض الشيء يعني بعض الوقت عشان اوضح الصورة اللي حاصلة. احنا جينا لقينا بنية اساسية موفراها شركة نهر الخير، بنية اساسية ساعدتنا في الزراعة دي، ودفعنا جزء من تكاليف الارض تجهيزها من طرقها ومن ميتها ومن كل شيء ساعدنا فيها في زراعة هذه الارض. بالنسبه للسعر العادل اللي حطه الدوله، وانت عارف سيادتك الفرق، الفلاح لازم يحس بالملكيه الحقيقيه للارض يعني، ودي عنصر مهم عشان نكمل المشوار ونمشي فيه الى نستقر ونتوطن. فانت السؤال بتاع حضرتك ان المحافظه حاطه 48000، احنا ما عندناش. انا بص، انا اللي سامعه انها كده، والناس هنا لما قالوا لنا لو سمحتوا تعالوا، نعم، السعر قدامنا من 48 و50، هل هنقدر ندفع؟ احنا طبعا سيادتك انت ما تقول 48000 او كما سامع يعني في 10 يعني ب 480000 يعني حوالي نص مليون. بالنسبه للمزارع نص مليون مبلغ مهول يعني، وخاصه ان هو دافع ومشتري الارض دي وبيعمل على استصلاحها وزراعها، وكلفته تكلفه عاليه جدا لغايه ما انتجت الطماطم. بالنسبه للتكلفه اللي محددها الدوله، احنا نامل ان الدوله تبص لنا بعين العطف والرعايه. احنا مش جايين نعمل تشجيع لهذا الاراضي، ولا جايين نستثمر ونبيع تاني نعمل اعاده تدوير، احنا جايين نزرع زراعه حقيقيه نساهم في الانتاجيه للدوله يعني. جدعان نهر الخير جادين جدا وبياكلوا الصحراء وبيحولوا رملها الاصفر لجنه خضراء، وحلمهم الدوله تقلل من تقديراتها لقيمه الفدان. يعني باختصار، ما ينفعش فدان رمل اصفر في قلب الصحراء يبقى ب 48000 جنيه. لازم نراعي تكلفة الاستصلاح اللي بتوصل ل 40000 جنيه في الفدان الواحد، بخلاف تكلفة الزراعة والمعدات، وكمان نراعي ان كل فدان بيوفر فرصتين عمل وبيحقق امن غذائي لبلدنا. واكيد اعلاف هيرمان الخلطة السرية. دي كانت اخر فقراتنا النهارده في برنامج الجدعان، لكن قبل ما انهي الحلقة حابب اتكلم عن مبادرة مهمة جدا اطلقها بنكنا الوطني البنك الاهلي المصري، وهي مبادرة دعم الثروات الحيوانية والداجنة. المبادرة دي بالنسبة للثروة الحيوانية هيبقى هدفها استيراد أفضل السلالات سواء إنتاج اللحوم أو الألبان أو أي مشروعات داخل جمهورية مصر العربية، هدفها تحسين السلالات. محتاجين سلالات داخل مصر تبقى من أفضل السلالات المنتجة للألبان عشان نضمن كميات كبيرة أو إنتاج اللحوم، يعني تحويل غذائي محترم. وبالنسبة لصناعة الدواجن، مبادرة البنك الأهلي بتستهدف رجال صناعة الأعلاف داخل جمهورية مصر العربية. معروف ان صناعة الدواجن 70% من تكلفتها هي الاعلاف، وبالتالي في حالة دعم مصانع الاعلاف في شراء مستلزماتها او معداتها، بالتأكيد تكلفة الانتاج هتقل كتير جدا في صناعة الدواجن. هذه المبادرة ب 5%. هذه المبادرة داخل جميع فروع البنك الاهلي. ليستفيد منها رجال الثروات الحيوانية او رجال صناعة الدواجن.
من فضلكم نتحرك فورا. مبادرة كبيرة جدا وهي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 200 مليار جنيه. المحاسب المخضرم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي قال لبرنامج الجدعان أن جميع فروع البنك الأهلي إدارات الائتمان جاهزة لاستقبال رجال صناعة الدواجن ورجال صناعة الثروة الحيوانية. من فضلكم اتحركوا، عندنا مبادرة كبيرة جدا زي ما هو قال، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي البنك خرج منها لغاية دلوقتي مشروعات بال 37 مليار جنيه. دي محفظة البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبيستهدف خلال الثلاث سنين اللي جاية 100 مليار جنيه. إذن عندنا بنك وطني متفهم لأهمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأثرها على اقتصادنا الوطني. ده كان آخر كلامنا النهاردة، استنونا كل يوم جمعة الساعة 7 مساء وبرنامجكم الجدعان.